بعد تجربة القضاء وما أدراك ما القضاء، وزارة العدل وما أدراك ما العدل، تجربة الإشراف على ولاية تونس والجدل اللي أثرته، اليوم تلقى نفسك في السباق الانتخابي الرئاسي. لماذا هذا الترشح لي؟ فمش كون اعتبره أنه لمجرد البحث عن التموقع؟ هل البحث عن التموقع هذا ماذا بين الجزء؟ ثم برشا ملاحظات يقولوهما كناس، هي المحالة ملاحظات عنهم هما، ديما ننظر كان للجوانب تاع ساعة مش باية للمواضيع، كما بطل تاع ساعة تلقى مسؤول يخدم بجد وبصدق وبمرو يحب يوصل ذاك. ساعة تلقى مثلا امرأة مسؤولة تخدم في بقعة وناجحة وتقدم كل لا مو على خاطرها هي المرأة هذيك ذكية ياسر وشيطانة ودرا شنو هي، ما لو ما يشوفولكش البون كوتي دو لا شوز معناتها، ديما يحاول. وهذه عندنا بصفة عامة نحكي، ديما نجيو نقزموا الناس، وهذه حاجة كبيرة ياسر. علاش هو ثم مفكر يقول لك في الغرب ياخذوا بيد الخدام باش يوصلوا، وياخذوا بيد الانسان المتوسط باش يلقى بقعته يعاونوه باش ينجح، وباش ينجح والناجح يدعموه باش يعملوا منه بوكو ديكزامبل. احنا بالعكس، احنا وقت اللي تبدا تنجح تبدا تظهر نعملوا كل شيء باش حاشاك سمعين في الكلمه نحطموك. هذا احمد زويل، الغرب يدعم الفاشل حتى ينجح، وفي العالم الإسلامي والعربي نحاول نهدم الناجح حتى لين يفشل. دونك هذا يظل لي كمتي هذا ينسحب عليك اليوم تعتبر نفسك ما ناجح. أنا على روحي أنا اللي متأكد منه وأنه لا وجيت ربي وين خدمت، خدمت بصدق، خدمت بأمانة، وما نحسب حتى شيء إلا المصحة العليا متاع البلاد والمهمة اللي أنا جيت على قطرها، إضافة إلى أني نخدم في بلادي. وحتى كان نخدمها من غير مسؤولية ما هيش مزية على بلادي، راهي بلادنا كما أمنا، قد ما تعطيها ومتسمى ما تقولش رجعت لها، بلادنا قراتنا كبرتنا وصلتنا، احنا الجيل اللي بعد نتاع لزاني 70 يعني تونس في بداياتها إمكانياتها على قدها، لكن قرينا بلاش صحيح مش صحيح، قرينا بلاش كنا نمشيو نداويو بالكرني بكذا كل دونك بلادنا في الاخر وسط. دونك حبيت نعلق على الحكايه هذه. طيب عمر منصور اليوم تدخل السباق الانتخابي الرئاسي، نعم في نفس السياق في نفس السياق تدخل هذا السباق كما اشار منذ قليل باسل ترجمان دون دعم حزبي، وانت تقدم نفسك كمستقل اليوم ما عندكش تجربه سياسيه كبيره، وانت ما نعرفش ان كنت تقبل صفه السياسي ام لا، على شنو تعول في هذا الترشح؟ ما ينجمش يكون مغامره منك انت محفوفه بالمخاطر؟ مغامرة تنجم تكون محفوفة بالمخاطر، سا ديبون شنو هي نوعية المخاطر معناتها بون. النجاح أو الفشل. إيلور. يعني هما هذه زوج مخاطر نتاع ما عندهاش أنا بالنسبة لي أخرى. شو أنا بالنسبة لي أنا. برشا توانسة حبوا عمر منصور خاطره مش سياسي، خاطره مش متحزب. خاطره ما يدخلش في انتخابات وفي صراعات ربما تخليه في جوانب ضيقة. فوالا. شوف انا نعطيك الفكره نتاعي، انك انت نحكيو على السياسه، شوف هاي انا باش قلتها برشا مرات ونزيد نعاودها ما يسالش. السياسه بالنسبه لي انا عمل، ماهوش كيما توا جاري في عندنا سامحني بالكلمه السياسه بعد الثوره حلقات ومجموعات وسوت كامبين ومقصات فهمني وطيح هذا وكيفاش ندز ونطلعوا الاخر وهذا متاعنا وهذا مش متاعنا وانت معايا ولا ضدي وكاك مع الاخرين راكش ماكش معايا، انا ريتو الخماضه هذه كلها. أنا بالنسبة لنا ما هيش السياسة، السياسة بالنسبة لنا هي عمل. يعني أنت مسؤول حتى كنت تكون وزير ما يسمكش تقولوا لا أي خاطر كنت زيزي يا ودي باهي برد قولها سياسة، إيجا أخدم أنت ونخدم أنا نقصوا من الحلق ومن التمكميك وإيجا تو نقدموا كنت تخدم وأنا نخدم، خاطر البلاد مش واقفة على واحد ولا اثنين، بلاد في حاجة لولادها وراو حد ما عوض حد، دونك إيجا نخدموا كلنا بعضنا واخطأنا من هالحكاية هذيا تحطوا اليد في اليد يزي من التناحر ويزي من هذا وخليه فرصة للناس الباقية اللي تخدم في تونس. عنا جيل ممتاز، عنا شباب ممتاز في تونس، عنا كفاءات معترف بها حتى عالميا، ريتهم هذم كلهم مرهمش ونراو حاشاك سمعني في وجوه مشي على الأقل مشي بقعتها ما تقابلش بعضها حتى طرف اليوم اللي طون حل الباب خلي التوانسة اللي بين كل تخدم اخويا هذا ولا الاخر ولا
والبقاء ذا الافضل. وراو حتى اللي ما تنجمش هنا تنجم بلاصه اخرى. يعني راه في تونس مش في غنى عنه لدرجه كل حد عنده دوله. المشكل وين؟ الخلل وين عمر منصور؟ اذا كانت تونس غنيه بكفاءاتها بشبابها، علاش الانطباع العام اليوم في الشان العام وفي الحياه السياسيه ربما ما عطاش الشحنات الايجابيه لدى المواطنين بشكل عام؟ المواطن بكل بساطه، وهذه حاجه تشرفني برشا برشا، المواطن تونسي فاهم. انت كان تشوف من الثوره لتو، ادرس شويه العقليه نتاع التونسي وفهمه للسياسه في بلاده. أول حاجة ساعة تونسي بعد الثورة ولا يحكي كان في السياسة، كان تفكر قبل الثورة من نهار الاثنين لنهار الاثنين اللي بعده حكي في الكورة داكوردو في الدار في القهوة في اللي هو. بعد الثورة الناس انكبت على السياسة، انكبت على الأحداث في بلادنا. كيقول في بلادنا معناتها كل تونسي فيهم الأحداث في بلاده، حاس بلاده. كي تأزم الوضع في تونس بعد الثورة ولا تحس تم انشغال، تحس التوانسة اللي تقعد معاه كيركبار عنده هواجس، خايف، خايف من غدوة، خايف على أولاده، خايف على تيتو هيك. الانتريتي يخمم على رأس الشهر يقول لتيتو ما يخوش، اللي غادي يخمم يندرى غدو قص عليه الماء ولا ما يقصش، والآخر يقول لك الضوء، والآخر يقول لك فن الله أنا مطيش هنا عشان الوسيط نقل جيني ولا ما جينيش، والآخر يقول لك يندرى غدو نقوم يندرى نلقى الحليب ولا ما نلقاش. هذا الكوتيديان تدبر متاع التوانسة. وكيف ناخذ عموما نقول احنا وين ماشيين؟ اسكو احنا قاعدين نقدموا والا واقفين في بلاس ولا قاعدين نوخروا؟ انا شو نقول؟ انا نقول بعيد على جون بال بادو، نحكي على بصفه عامه، انا ديما نقول جو مي ريفير، معناتها نرجع لارقامنا كما في المكتب. بابا كان يقول لي قد شعملت، تقول له جيت الثاني مثلا ولا هكا. دونك اليوم انا كي نشوف وضعيه بلادنا نشوف روحنا في التعليم، احنا كلاسي قداش في العالم، نشوفوا روحنا في الماليه في الاقتصاد في اي مجال احنا وين. سامحني نلقى اليوم احنا في تونس ولينا احنا نعار، ولينا نتسابقوا مع الاخرين في الترتيب، عرفتهم على الترتيبات الاخرانيه. وقت اللي احنا 40 سنه تالي كان تونس مثل في المجموعه هذه نتاع افريقيا وفي المجموعه هذه العربيه نتاعنا وغيره، كانت مثل بالحق ريفيرونس. دور احنا اليوم قاعدين نجبدوا من رصيدنا نتاع قبل في كل شيء. اليوم التونسي وقت اللي يخرج للخارج يمشي لجامعه من الجامعات، التونسي كان قبل معروف عليه يعني كيف يجي كيجيك راهو زبده المعرفه. اليوم حطك على جنب، التونسي قاعد المطار هو داعشي او ارهابي، صحيح مش صحيح؟ شنو الصوره على تونس هذه؟ اليوم التو مازالت عندنا في العالم الكل كي تمشي للاماكن العلميه والمعرفيه والتكنولوجيه وغيره الكبيره تلقى فيهم تونس، تلقى فيهم تونس. شوف الجيل هذا. وهذا اللي خلينا نتسألوا على تصورك ورؤيتك لتونس في المستقبل، شنو الافكار الكبرى اللي يعرضها على التوانسة اليوم عمر منصور من خلال ترشحه للانتخابات الرئاسيه؟ وان كان البعض يعتبر انه اللي تحكي فيه هو من مهام رئيس الحكومه ومنصب رئيس الجمهوريه، حتى في حال فوزك به مش قادر من خلاله تغير كل هذه المشاكل وكل هذه القضايا اللي تمس في الصميم حياة التونسي، سواء الحياة اليومية أو بشكل عام مستقبل الدولة التونسية. عمر منصور مازلنا مواصلين حوارنا معك بعد الفاصل. أنا تونس مستمعيدي وأنا فاهم، مرحبا بكم من جديد، شكرا لكم على المتابعة وعلى الاستماع. هذا برنامج هنا تونس في جزءه الثاني والأخير، مازال متواصل حتى للماضي ساعتين اللي نستضيف فيه اليوم عمر منصور المرشح الرئاسي ووزير العدل السابق. نحكي معاه على خلفيات وأسباب ترشحه في الانتخابات الرئاسية، أيضا تصوره العام ورؤيته اليوم في علاقة بهذا السباق الانتخابي وحظوظه في الانتخابات الرئاسية. كيف يرى تونس المستقبل؟ وهل يمكن أن يكون منافس جدي في الانتخابات الرئاسية المرتقبة؟ يرافقنا في التحليل والنقاش وأثراء الحوار زميلنا الأعلامي والمحلل باسل ترجمان اللي يحضر معنا اليوم في الأستوديو على امتداد حصتنا من برنامج هنا تونس. نرجع لك من جديد عمر منصور، اليوم حصل ما في الصدور ورسميا دخلت السباق في انتظار اعلان القائمة الأولية المقبولة في علاقة بالشخصيات مش تواصل السباق في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في دورها الأول يوم 15 سبتمبر القادم. ترشحات بالجملة 98 ترشح مبدئيا في انتظار القائمة الأولية اللي مش تم قبولها. عمر منصور فاش يختلف
عن بقية المترشحين، واليوم الترشحات يعني ما شاء الله تعددت وتنوعت. ما نجمش نقول لك انا فاش نختلف، على خاطر انا اللي يهمني هي رؤيتي انا، معناتها مش معناتها لان هنا باش نحاسب الرؤيه الاخرى، والا باش نقول لك انا رؤيتي خير ولا هم رؤيتهم خير. لا، نقول لك اللي بتت عندي رؤيه شويه تختلف. بقى يقعد بعدك في الراي العام واللي قيم هذاك المرجع الاخير، مع كل الاحترام لكل الناس اللي تقدم اراء، وهذه الدائرة من اهم المكاسب اللي انا نقول جابتها الثوره بالحق. خاطر بعد الثوره، والثوره بريئه لمحالة من الموضوع اللي صار انهيار كلي في كل شيء احنا في تونس معناتها. لكن ما يمنعش وانه اليوم نقدروا نخوضوا هالتجربه هذه كلنا، راهي هي مكسب كبير لينا. مثال كل سواء النتائج نتاعها وكل سواء المشاكل اللي تقع فيها، وكل ما هي الا كما قال قبيلي كسي باسل، يعني باش نقدموا وباش نوصلوا يلزمنا نتربيو شويه من الاول، معناتها التجربه الاولى والثانيه والثالثه، ونقدموا باش نعملوا غدويك ديمقراطيه سليمه وصحيحه ان شاء الله. ربما تخلط اولادنا 100% بها، معناتها عرفت مثال احنا هكا اون كومونس. الرؤية متاعي أنا، شوف أنا نرجع لك شوية بالتوالي، داكوردو. أنا كي جي نشوف بعد الثورة لقينا روحنا دخلنا في كل شيء تبدل، منظومتنا الدستورية، منظومة الحكم، النظام السياسي، النظام السياسي، يعني فجأة كل شيء تقلب وكل شيء جاء جديد. باهي مبروك، دولة جديدة ومسؤولين جدد ونظام جديد وكل شيء جديد. باهي خذيناه ومشينا فيه كلنا، كل حد من موقعه. اليوم بعد 9 سنوات من الثور، نقول من حقنا كتونسيين الكلنا ومن واجبنا، وانه نقعدوا على الطاوله ونقول ونشوفوا نقيم واحنا في 9 سنين هذيا وين وصلنا، شنو اللي عملنا كيما قلت قبيليك، واقفين سو بلاس، قدمنا ولا وخرنا بالتوالي. في تقديرك تونس قدمت في 9 سنين هذوما ولا وخرت؟ لا وخرت برشا، وخرت. ثورة عادت بالوبال على الشعب التونسي، المشاكل ماشي الثورة، لاجيستيون ما بعد الثورة هي اللي كانت غلطة. إدارة الشأن العام، إدارة الشأن العام السياسي. على خاطر أنا في رأيي أنا، شوف ثورة شنية الثورة؟ الثورة هو أنه كنا في وضع ما ساعدناش، فجأة قلبنا الطاولة. باهي دونك السؤال يبدأ في المرحلة الجديدة شنية؟ نورمالمون وقت اللي نعملوا ثورة يقول لك مثلا في فرنسا عملوا الثورة الثقافية ولا عملوا الثورة الفلانية، شنو معناها ثورة؟ معناتها نمشيو للأفضل ونخدموا على الأفضل ونحافظوا على الباهي ونكملوا عليه ونرضوا بالنا من الخايب ونطيو الصفحة وناخذوا منها عبرة ودرس باش نمشيو باتجاه ما هو أفضل وما هو أحسن كما قلت سقراط. سامحوني ملاحظة نكمل لك لحظة بقى. لا جوست هذه برك لأنك ما نكمل كذا شوي. داكوردو احنا ما مشيناش في احنا شنو صار بعد الثورة؟ سامحني مع كل احترامي الناس الكل، جاو ناس جدد داكوردو خذاو الموقف الكل وخذاو المشهد الكل واستولاو على الموضوع وادخلنا في تجربة جديدة نتاع الثورة اللي اليوم انا نرى وانها مش معطتنا حتى شيء. اليوم وضعنا في تونس في غير سون كومونتير بدون تعليق، فهمني الناس الكل تعرفوا لو تعرفوا تعرفها نعرفوا انتوما واحنا وشعب تونسي الكل. هاي النتيجة نتاعنا. اليوم لاحظتش حاجة أنه بعد يعني سقوط نظام بن علي كان هنالك منهجية لكل من جاء على رأس الحكم هو شيطنة النظام السابق وليس دفاعا عنه. أنا لا أدافع لا من قريب ولا من بعيد عن نظام بن علي ولا صحيح يزيد من الخوف. لا 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 ما عنديش أنا وقت باش ندافع على حاجة ندافع عليها على قصة رقص وبنخاف من حد ولكن ليست القضية قضية الدفاع، ولكن اليوم أنه نحن الحاجة الوحيدة اللي خدمنا عليها هي الشيطنة. ما قدمنا في حد شيء، كان محاولة منهجية لعمل يتقطع انه فما حتى اسقط نظام العلي كان فما تقريبا 53 سنة من عمر 54 سنة من عمر الجمهورية، كان فما شيطن للنظام بن علي 23 سنة وشيطن لنظام بورقيبة، واستمرينا واستمتعنا بالشيطنة هذية وهدم كل المؤسسات. ما جبنا حتى مؤسسة، ما جبنا يعني قبل شويه كنا نحكيه مع السيد المدير العام للسونات يقول لك كان فما مشروع تحليه المياه في الصفاقس وقف من 2011. يعني الصفاقسيه تعاقبوا بسوء اداره هذوما الناس لمده حتى 2022 مش تقعد الصفاقس عطشه على خاطر الناس اللي جات ركبت على الثوره واللي لا علاقه لها بها وانا نسميها. وهذا نحكي عليه يومين وهوني اليوم السؤال المهم اليوم، ما هي اليه الخروج من هذا المستنقع؟ على خاطر حبينا ولا كرهنا اليوم نحن في مستنقع،
المستنقع هذايا قاعد يزيد يكبر وقاعد يزيد كل يوم كيما الرمال المتحركه، نهزوا ساق تغرق ساق، نهزوا ساق تغرق ساق، يعني اون سونفونس. نعم للاسف اليوم انت كيفاش ترى كمرشح لرئاسه الجمهوريه انه اليه الخروج، خاصه انه نحن نعرفوا انه الدستور لا يعطيك صلاحيات حتى في تقديم مبادرات صغيره تقوم للقيام عليك. هذا هي حقيقه الدستور الموجود. الدستور تعمل بطريقه استنى ساعة تو نرجع فكرني تاني باش ما ننساش عم نرجع نعلق عم نرجع نرجع لكلمتك الأخرانية نتاع الشيطنة نتاع الشيطنة. أي شوف الشيطنة اللي صارت علاش صارت؟ على خاطر ال 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 المشروع الجديد نتاع بعد الثورة اللي جابوها الأخيين اللي تحكي اليوم أنت سيادتك ونحكي اليوم أنا كان يلزم احنا نشيطنوا ما كل ما كل ما سبق داكوردو باش نبنيو على هاك الأنقاض نتاعك اللي شيطناه الفكر الجديد هذا اللي احنا تغنى فيه بعد الثورة وجينا قوضنا كل شيء في تونس بس بن علي هذه بني عملها بن علي كسر هذا مسؤولين كان وقت بن علي مدينة الثقافة تلوحت ست سنين مش تتبناش على خاطر بن علي حط حجر الأساس بتاع وين كل احنا اللي قاعدين نتوجهوا فيه كل لأنه كان فما مشكل في نظام بن علي سامر اللي هو كان فما قضاء غير مستقل وانت كنت قاضي أنا ذاك كان فما فساد في مختلف المجالات خليني نقول لك حاجة شوف ما نحاولوش ناخذوا وضعية كاملة متاع وضع متاع بلاد كامل باش يقولوا خاطر القضاء في وقت بن علي ما كنتش نجم تترشح لرئاسة الجمهورية انا اش قلت ما كنتش نجم تعمل حوار على المباشر والاف المواطنين يسمعوا فيك الان شوي بشوي انا مش قدك بليك راهو من اهم مكاسب الثوره وانه اليوم ولات عندنا فرصه وحتى لو كان تعبنا فيها من الاول ما يسالش باسكون كومونس وهذا من افضل الثوره انا نحكيك من الناحيه هذه طيب كيفاش نجموا نقاو المعادله اليوم اذا كان القديم مش كله خايب واللي جاء بعد 2011 مش كل شيء فيه به ولا المعادله الممكنه كيفاش المعادله هو انه قلت لك بليك نبنيو على الباهي من القروش الماضي نبنيو على الباهي نواصلوا في الباهي نضيفوا للباهي والخايب ناخذوا منه عبره وينطور لاباج ما عادش نرجعوا فيها فاهمني سهله الحكي ليكواسيون مش صعيبه مي سويون اونيت مع بعضنا خلينا صادقين مع رواحنا يزينا من شيطان بعضنا تو بعد الثوره حتى الناس اللي طلعت بعد الثوره اليوم ولاو جايتهم في بعضهم صحيح ولا مو صحيح ولا مش صحيح اللي كانوا حلفاء البارح بعد الثوره وعملوا المنظومه اللي متاع بعد الثوره اليوم ولاو يتعرفوا بعضهم دونك تفضل الاصلاحات الهيكليه والرؤيه الاستراتيجيه اللي تحكي عليها سي عمر كمل توانا فما شكون يرى وانه الحل فيها في القصبه مش في قرطاج مش وكانك اخطات العنوان لا. مش كان من الافضل تاسس حزب وتدخل المعترك التشريعي افضل من دخول السباق الرئاسي مش مشكله القصبه ولا مشكله قرطاج او الوضع وين اللي نحب تفهموه بالكدا كي القصبه كيف قرطاج في المنظومة صلاحيات مش كيف كيف ايوه هيا نعطيك بعجاله الوضع. هيا نبداو سيدي بكرتاج. باهي سيدنا الرئيس الموقر فهمتني يشد كرتاج هاوكا عنده زوز حقائب الخارجيه ووزاره الدفاع وكانت تفكر سي باسل من الاول لو كانت الخارجيه بارك راه ما كانش الدفاع. صحيح. صحيح ولا؟ فغضب وقتها السيد المنصف المرزوقي وانا جو تروفا بون دروا فهمني قشني هذه معناتها الخارجيه شنو الخارجيه معناتها حتى شيء معناتها. عرفتك لي اريد لرئيس الجمهوريه ان يكون بعيدا هو تعرف شنو لو كان حول رئيس الجمهوريه كان خير امشي قدامنا كيما ما لقيت شو اسمه هذاك مش لازم دونك هاك خرجك عنا نجمو نعملوا الموديل الطلياني ونرتاح رئيس جمهوريه تاع هكاك البروتوكوليه التشريفات فما زرده فما طور فما عشاء فما شي ذكر يخرجك الطب الوحده الموسيقى الوداديت والسلام عليكم فتح كاين ميسي ما هياش خايبه صحيتك تما من الاول يجي من الاول نقولوا كلام بصدق ما عادش عندنا فيه رئيس جمهوريه سيدي قال شنو قال اه بن علي قبل يا ودي بن علي سامحني بن علي مش تونس مشى بن علي ثم غيره وإذا كان من علي أخطأ في حاجات وعمل حاجات وأخطأ في حاجات مش معناها وأنه احنا نهدموا دولة كاملة باسمه هو إلا إذا كان احنا نحبوا نعملوها شماعة نعلق عليها ونحبوا نعملوا حاجة كيبان يقول آه ما بن علي عملها بن علي أي دح طايش علينا عملها بن علي هذا شكون هذا خدم مع بن علي هذا زلم تي لبيب الحبيب تعرفوه لبيب الحبيب لبيب للصحة بعد الثورة متعدي ما عادش من بقعة نلقى لبيب مسكين الذيل نتاعو منيح سامبا هو يقول لبيب وينه؟ لا اسكت ما عادش تحكي عليه، اش ثم؟ قال لبيب ولا زلم؟
ولليوم ما زال زلم راه زلم لبيب لبيب والبيئة تدهورت. قلت لهم لبيب قلت لهم لبيب الحبيب نتاع الصغيرات مثل النظافة معناتها مثال البراءة مثل كذا ولا زلم. قالوا اليوم اش حكى عليه زلم يعني شي مسخ هذه. نرجع لل خاطر الصنبة والصنبة حرام والتشبه بالكفار لا يجوز. لا عاد هذاك باب اخر كان باش يدخل عاد سامحني بالكلمة التخلف هذا موضوع اخر. لا لا هنا اليوم فهمتني نو كله جا في بعضه خلاص. لا علاه بالكش احنا رجعنا في وقت قريش قبل ايه وقينا صنبة ايش طبيعي بون اون باس كيفاش خلنا ناخذ خرجت جحافل ثورية باش تكسر الصلب نتاعها. نقعدوا في لب لبيب على خاطره كيف واضح سي عمر نكمل وين وصلت انا قص عليا الصلب نتاع لبيب ما عادش تقطع له حبل افكار عايش في علاقة بالدستور. اشرنا منذ قليل لقضية الصلاحيات وانه ربما قد تكون اخطأت العنوان عمر منصور على اعتبار وانه الحل في القصبة مش فكرت. خليني نكمل تفكرت تفضل دونك نرجعوا لل هذايا السيد رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية قلت لك وزارة الدفاع هي وزارة مهيكلة بطبيعتها منظمة فيها إطارات على العسكرية يعني بطبيعتها يعني سي سي تامينيستير كي فونكسيون يعني بطبيعته. اه الخارجي باهي الخارجي شوية مقابلات مع الخارج شوية فهمت طبيك شوية علاقات دولية شوية هذاك الحكاية كل فشو رئيس الحكومة؟ باهي اللي راه يقول رئيس الحكومة عنده السلطات الكل سيدي بحرة الدنيا باهي. لكن رئيس حكومة ساعه شكون يعينه؟ تعينه تحب ولا تكره الحزب او الحزبين الكبار في البلاد هكا ولا يعني يقعدوا يخموا ينزوا فهمني اي هات فلان فلان يضرب به اي فلان شنو رايك رئيس حكومة هكا ولا مبروك سيدي اقعد هاو مش تبدا تو عاد الماكينه سيد رئيس حكومه هام الوزراء نتاعك طبعا انت المفروض كرئيس حكومة المفروض والمنطق غدو بشكون مسؤول على سياسة الدولة في الفترة متاعك هاكو مشاك باي بصفتك رئيس حزب هذا اللي ما صارش الحكومة خليني لا نحكي لك تخبيك على المنظومة الدستورية متاعنا خليني شوف تو نجيك من بعد حكيت الحزب وكل ما خليني ركز معايا في الاكس هذا سي تري امبورتون دو كومبروندر في الحكاية هذه اي جارة حكومة قالت اي هاي الوزارة الحكومة متاعك يعني ما عنده حتى دخل في اي اسم صحيح ولا هذيك هي المكان الوزراء كلهم هذا نتاع الحزب هذا هذا الحزب الاخر او كذاك حزيب ولا اثنين عندهم محايد يشاركوا معاكم كذا وخيان فهمت ويكا باهي بعد ها هم الولات بعد ها هم المعتمدين باش باش يخدم رئيس حكومه وقت اللي فينا اللي حتى وقت اللي يقعد باش يخدم ويلقى معتمد باش يبقعد ولا وزير باش يبقعد اليوم لازم يغيروا صحيح ولا مش صحيح باش يكون عنده سلطه القرار وسلطه التسيير كما اي مسؤول على مؤسسه ما لمس واحد حتى معتمد تدري هذاك نتاع الحزب هذاك هذاك نتاع الحزب الاخر اه هاو تمس عمر منصور كي كان نكمل نكمل وتمت اقالته بطريقه وصفت بالمهينه خليه لا لا حتى طرف بالنسبه لنا عمرها ما كانت مهينه بالعكس كونتري انا بالنسبه لي انا جيت في مون ديفوار وخرجت الحمد لله من الباب الكبير عملت واجبي ومشيت بون نمشي كيما اي مسؤول في الدوله سي با غراف خليني نكمل باش قلت معش قص عليا هاك نسيتني تراكي دونك نرجعوا للصلاحيات للصلاحيات نتاع السيد رئيس الحكومه دونك قلت لك اذا كان رئيس حكومه ماهوش قادر باش يكون فاعل وباش يكون قوي في موقعه باش يكون مسؤول غدوه وقت يكون مسؤول على المؤسسه اذا كان انا ما نلقاش هذا مش باين نحيه وهذا مش يبقى نبدله وهذا كذا وهذا عمل غلطه فاتحه اليوم يزم غدوه بتبدل غل سامحني باش رئيس حكومه ويزيد بعدك شي يمشي رئيس حكومه ولا وزير من الوزراء ويمشي لمجلس النواب باش اسمع يا فاشل يا كذاب يا درا شنو وبعدك شي يقولوا في الاخر بربي سنه سيد وزير يا اخي وين هيبه الدوله؟ تش خليته من هيبه انت؟ صحيح ولا مش صحيح؟ ونجيبوه في شو اسمه مساءله ولا في درا شنو هذيك؟ وما يجي حد فهمني؟ لا ما اللي فاتك اغرب وش ما فاتك الحاجه الاولانيه الساعه كل حد ياخذ 8 دقائق ويدخلوا فيه باذن الله كل حد يعمل الواحد نتاعو فهمني قدام الناس مش هذه الديمقراطيه سي عمر؟ لا 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 مش الديمقراطية شو الديمقراطية نرجع كما كنا نكمل نكمل خليها مجلس نواب سوري شفت هاوك عمل هاوك الحكاية نتاع بن علي عمل ريتها آه هايش لا نسأل أنا هذه هي اللي عملوها طبيعي هذه هي ده. أنا ضمير الغائب ما في سؤال لا لا لا. يطرحوه برشا مواطنين يسمعوا فينا الآن أي
لأنه في خطاب يعني احنا نوع من المغازلة بشوي للتجمعيين ولأنصار النظام السابق. بربي شوف وكأنك تسير على خطى عبير موسيس يا عمر. لا 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 لا, لا, لا. بربي لا شوف هالعبارات هذه نتاع المغازلة واللي دير هذه اللي تسعى فيها هذيك والاستحقاقات ومدري شو عرفتك اللغة اللي تربع الثورة بلا هذه مش تايرة داكوردو ومن حباش اجو لا ريفيوز وراه ساعه ما نجاوبش عليها راه باش نجاوبك لك انت يا كرم اللي كنت راه اما يزينا من العدد وقت يقولوا انا مغازلة شنو وقت اللي يقولوا بن علي بن علي شقدك انا قبيلك يعني نور من قطره نجي تحت الميزاب داكوردو ما هذه اللغه اللي جدوا تقول اللي جديد يتكلم كلمه يقولوا اه تطلعش مجموعه بن علي انت يا ودي راه هذه غالطه اه اسكت لا هذه تولي ريت يزامك هذه خلينا نخرجوا من هالعقده يا ودي بن علي راه 9 سنين مشي بن علي راجل ولا راجل كبير مازلنا لليوم وحنا نلكلكوا في بن علي يلزم بن علي هات اليوم نحكيو على مصلحه بلادنا يديك برب يا جماعه من المسلمين لفكره عوده بن علي لتونس لو تصبح رئيس يودي مش تحاول تلقى حلول لعوده بن علي لتونس شوف بن علي او غيره واي مشكله من المشاكل المطروحه في تونس من الملفات والقضايا الكبيره والاسماء ولا ملفات ولا اللي هي حاول نجاوبك عليه في كلمتين احنا عندنا قضاء في تونس يزغ نغنتو مي كما قلت لما نوقف برنامج مرامج ارفعوا ايديكم عن العداله قضاء غير مستقل اليوم انا قلت ارفعوا ايديكم عن العداله للتعليمات كما كان وقت بن علي قلت لك ارفعوا ايديكم عن العداله يا شولتي بمعنى وانه خلي القضاء يخدم محايد راهو القضاء هو بر الامان لنا الكل وراني مش خاطر انا اليوم في السلطه ولا اليوم انا قوي راني نجم القضاء نستحق الغدو بن علي وقت ناخذ ليكزومبل تاع بن علي وقت اللي قعد 23 سنه في الحكم يظهر لي بعد يلا كومبلي كو ما يقحق كان في القضاء صحيح شفت دور تاع القضاء خلي القضاء تاعنا محايد راك ما تقولش اليوم انت قوي راهو اليوم يستحق له هذا وغدو يستحق له الاخر وغدو يستحق له انت لطف عليك الله يهزك فهمت ويكا دونك اجا نحط الامور دون لي نورم واجا نرجعوا القضاء تاعنا كوم يلفو نقدو كوم يلفو وراهو القضاء تاعنا باش يولي على سقيز نعاونوه ماهوش وحده ما نجمش وحده يزمعنا كنا نلقوا معاه جمعيات ومواطنين كلنا نقوا معاه يلزم قدر القضاء تاعنا الكل هذاك وما عندناش حل اخر راهو ما عندناش حل اخر يا اخي طيب سي عمر فما سؤال ربما انت تجنبته منذ قليل في علاقه بانتقالتك من منصب والي تونس والبعض يقرا في ترشحك اليوم وكانه نوع من الجرح النرجسي اللي حرك فيك ربما الرغبه في الترشح واليوم كانك تحاول الثأر من يوسف الشاهد اللي كان وراء اقالتك من منصب والي تونس وانت انا ذاك كنت توصف بالوالي الناجح لا لا لا, لا شوف ايش اقول لك ثم حاجه لازم تفقوا فيها وراني كان عندي حاجه انا جون ماش با ميمو باهي هالتاويلات هالبدائيه هذه انا من احنا اكبر من هذا هل هل يخم وكبر بيقول لهم اريتيزي عمر منصور مش مجروح من يوسف الشاهد شوف انا رجل دوله واؤمن وانه اليوم نخدم غدوه يلزمني نمشي علاش والطريقه مش باهيه كانت ولاحظت حاجه بعد مشيت عمري ما قلت حتى علاش كانت مش باهيه مش باهيه باسكو ناحيه حدش نتاع الليل في خبر في الفيسبوك لا يعامل رجل دوله هكا دفع ضريبه نجاح عمر منصور اصبح يزعج رئيس الحكومه في ظهوره الاعلامي في شعبيته نجي نقول لك حاجه ما تركزش فقط على رئيس الحكومه ريت اني نقول لك حاجه انا نعرف الداخلية المشهد السياسي والمشهد نتاع كما تقول انت احنا هنا الكبارات اللي ورا السياسه وغيره كلهم عمر منصور ما يساعدهمش باهي فاش تقلق السيستم عمر منصور في كل شيء والحال وانه فما شكون يعتبرك انت ابن شرعي للسيستم كيف تنقد السيستم وانت خدمت مع السيستم وانت كنت انا كانت انا كانت تناقض في شخصك انا كانت ربي برا ما نحبش نحكي على الماضي انا كانت ربي انا ولد الدوله راهو انا وقت مشيت والي مثل والي مثل دوله كامله ولد الدوله انا صحيح ولا مش صحيح انا ولد الدوله انا في وجه وانا كل مره وقت اللي انا نخدم ونجي بقى نقول له لا عايش خويا راني انا نخدم في اطار الدوله يقول لي لا كنت نقول له لا راني نخدم في اطار الدوله لولا دعم النهضه كنت نجم تكون وزير عادل ووالي دوله لولا دعم حركة النهضة كنت نجم تكون والي ووزير عدل والله اسأل ساعة إذا كان هي عينتني النهضة وغيرها يقال وأنك مدعوم من حركة النهضة السياسية ريت تعرف ننصحكم السياحة في الإعلام لو كانت تحيوا يقالوا هذية قال لي وقلت لك نطرح في أسئلة الشارع سي عمر لا رد بالك شوف اسمعني من حق المواطن وأنه اليوم أنت ضيفنا نبحث عن التوضيحات الرسمية غالطين على طول وهذه ولات كل برنامج إلا ونعاود ونحكيوه هالحكاية هذه وفي ناس يمن بربي سلم عليهم قلنا لهم يا ولدي خليكم لا
مثلا منه عمر منصور ما عنده حتى علاقه بحركه النهضه، حتى علاقه، ما فما حتى رابط يربط النهضه لا من قريب ولا من بعيد. اي حزب اخر بالنسبه لي انا كيما اي حزب اخر، علاقتي بهم من بعيد لبعيد نفس المسافه، ما انا عندي ضد حتى شيء في الهواء في المهجه في الفكر السياسي. شكون اقرب لك اليوم، النهضه ولا تحيه تونس؟ لا تحيه تونس ولا النهضه، انا عندي فكر فكر مستقل على روحي. لو كان جا عندي فكر قريب من هذوما راني مشيت له. انا كنحب ندخل في نهضه ولا نيدا ولا غيره يا اخي سامحني، انا جد كونتر روندر العباد حتعد مش في النهضه ولا ندخل نيدا ولا ندخل فيق ولا ندخل حر ولا مش حر. تعرض عليك تدخل لحزب الاحزاب؟ اي قل ورفضت. مش رفضت، مي عندي راي خاص من كما جاوبت عليها برشا مرات. بالنسبه لنا كي تدخل الحزب يلزمك تنصهر في المنظومه تاع الحزب هذاك، هو اللوجيك تاع الامور معناتها فهمتني، يعني الديسيبلين تاع الحزب هذاك. انا عندي فكري الخاص ديما عندي البصمتي انا في كل شيء، راهو في كل شيء. انا نكون قاعد نتاع شهرين بعد 14 شنو باش نعمل فهمتني؟ ما بنحبش القيود. لا ما هو انت تابع الحزب هذا يلزمك ساعه تستشير ويزمك ساعه حتى تاخذ رايهم وحتى كذا. هاي اخويا انا منتمي الحزب، لانه كان جيت انا منتمي الحزب وانا والي ابان سيدي راني ما تنحيتش. وين السنتور نتاعي هذا؟ ماني حزبي ولا لا؟ ماني وراي الحزب هذا ولا الاخر ولا لك؟ اصبحت في شعبيتك تقلق رئيس الحكومه. ليش بك رئيس حكومه انت يا ولدي؟ ليش بك شفت رئيس حكومه برك انت؟ لانه هذا ما يقال، هذا ما كتب على اعمده منوع. لا لا من... انا منوع منوع وخصصت افتتاحيات للحديث منوع على عمر منصور. انا اللي نعرف وانا ايش اقول لك، انا وقتها كنت عارف راني اللي تجم تكون برضو عارف عندي مده عارف انت مش انا عارف ترك نتريا في بالي. قالوا لي انا ماشي قبل بجمعتي وثلاثه ورا خاطر قلقتهم في شو اسمه في دحيت لهم السوق. لكن يقول لك هذوما راهو، نقول لك ان هذوما راهو هذوكم الصدارة نتاع اي خاطر انت 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 انا قال والو انا نرجع لكم التوضيح خاطريه وراء قرار اقالتك عمر منصور. ما هو عاد سامحني كي تبدا الامور مربوطه ببعضها. هاي فما لوبيات فساد ساهمت في قرار اقالتك سياسيا؟ اي فاش يقلق لوبيات الفساد عمر منصور؟ انا وهو القاضي انا مهمني انا ما يهمنيش الذي يتهم بانه كان من قضاة بن علي ونظام بن علي اللي عنده حجه يتفضل يقدمها ويقول لهم بربي بربي يقول لهم شوف يقول لهم الناس هذوما شوف يقولوا زملائك قضاة يقولوا كلفهم كانوا يقولوا عديد القضاة. شوف اللي عنده حويجه يتفضل يقدمها يقول له بقى ريتش ثمن الظهور ثمن النجاح شنو محمد فما يعني سامحني في تونس كان خدمت يا ويح كان ما خدمتش يا ويح. سيد عمر فما حاجه خاطر القضاه الاخرين كانوا يخدموا مع نظام اخر يعني كان انت كنت قاضي في زمان بن علي والاخرين في 87 ل 2010 كان يخدموا في نظام اخر. انت الوحيد يعني هذه فقط انا نحب نسال سؤال بايجاز بس بايجاز اليوم منصب رئيس الجمهوريه يعني انت كمرشح لي فما برشا من الهرج السياسي من المرشحين، واحد يقول لك نحب نركب نسافر الكارب ببلاش، واحد يحكي لك على الدبلوماسيه الاقتصاديه، اليوم المنصب هذايا برايك شنو انت قادر تقدم فيه لتونس في حال ما تم انتخابك في المنصب هذايا رئيسا للجمهوريه؟ بيجي سامر تفضل. ما عادش قص علي انت. بصرامه القضاه. شوف شويه هدوء في القاع. اسمعني شوف بكل بساطه. انا قبيك بديت في الجواب هذايا ما الولد نقص علينا. ارجع بالتوالي نشوفوا احنا المنظومه اللي قلت لك بالاماره قلت لك معناتها شنو اللي احنا قدمنا وما قدمناش وغيره. دونك احنا لازمنا اول حاجه نشوفوا مش كنا فين. مش كنا فين. ماهوش حكايه اللي يجي هاني باش نعمل لكم كارنيات بلاش وهاني باش نعطيكم 200 دينار للبطال و50000 مطر شغل وكل. سامحني اللي قلت لك هذا راه ما نجمش يعمل. باش تعمل. فما مرشحين يكذبوا على التوانسه اليوم يبيعوا لهم في الوهم. لا لا يعيشك. ما يهمنيش في الاخرين، انا نحكيك على روحي انا ما قلتش يبيع مش مشكلتي. المواطن يقيم. المواطن يقيم. امانه في رايي انا ثم منطق. اليوم في احنا بلاد قلت لك ماناش قادرين ساعه الموت قاعدين ضرب ضربتين ويقول لك شريتنا اما ماناش ناخذه. واليوم تقول لي باش تعطيه للعدباني باش تعطيه تعطيه للناس اللي ما قلتش. كلمتين سي عمر لو تفوز برئاسه الجمهوريه. شوف ما كملتش السؤال على لانه الوقت انتهى. الله غالب. باش توعد التوانسه في كلمتين لو تفوز برئاسه الجمهوريه. نوع بحاجه برك واني نخدم كما عرفوني فقط نخدم. وكي نخدم ونقدم قادر على المرور والقانون فوق الجميع. شوف عندك عجين اخزر انا نخدم على ارجاع الخصوصيه التونسيه في كل شيء. نرجعوا ثانيا القانون يلزم يرجع دوله القانون بناء الدوله التونسيه العصريه المدنيه العلم والثقافه والانضباط والعمل
كل الشكر ليك. اسمعوا الناس كيف كيف كان في الباهي الناس كل وكان قدر في خايب الناس المرشح الرئاسي. كل الشكر ايضا لباسل ترجمان على حضوره معنا على الاضافات ومساهمته معنا اليوم في هذا العدد من برنامج هنا تونس. غدوه يتجدد الموعد كالعاده بارتير من نص النهار. محمد اليوسفي وكامل الفريق يسلموا عليكم، يقول لكم ان شاء الله تونس.